الأسنان دي هتلاقيها منفصلة وليست متصلة. الأسنان هنا كل سنة لوحدها. الفريم ورك هو اللي واحد، الطرابيش اللي محطوطة كل طربوش لوحده. قدرنا إن احنا نجيب ماشينز ونجيب التكنولوجيا ونجيب الخبرة ونجيب العلم بتاع الخواجة إن احنا نقدر نصنع التيتانيوم في مصر. أول تكنولوجيا في الدنيا تنزل أحسن ولكن أرخص. اللي بيحتاج زراعة 70-80% منهم هم ناس كبار السن اللي عندهم تاريخ من المعاناة مع أسنانهم. أنا رحت لاتنين دكاترة قالوا لي أنت ما عندكش عظم، أنت إزاي بتقول لي هزرع لك؟ بقول له عشان إحنا عندنا الدايناميك نافيجيشن سيستم أو الملاحة الفعلية بالفيديو. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا، لان احنا النهارده مش هنتكلم بس عن طب الاسنان بالكلاسيك فورمز بتاعته، هنتكلم علم وهنقول معلومات مهمه جدا عن اشياء كثيره جدا في التكنولوجيا المتقدمه في عالم الزراعه والتجميل. لكن في قضيه مهمه جدا في مصر على جميع المستويات لازم ننتبه ليها، قضيه السياحه العلاجيه. ليه بقى؟ مصر يا جماعه قبل السياحة العلاجية كبيرة جدا ومهمة جدا، ومصر فيها كنز كبير محدش متنبه له. والتنبه اللي له، ما هو كلمة مش متنبه له يعني مش متنبه له بالقدر الكافي، وهو كنز السياحة العلاجية. ليه؟ أولا احنا عندنا مؤسسات ومنظومات وعقول وأيادي في منتهى المهارة ومنتهى الجودة في الأداء في كل البرانشات الطبية، وخصوصا البرانشات اللي نقدر نقول علينا متفردين فيها. يعني احنا عندنا ايه؟ الاسنان. انا في رايي ان احنا متفردين في الاسنان في الوطن العربي. انا في رايي. واحد يقول لي طب في منافسه في دول تانية. بس مش زينا. مش زينا من ناحيه ايه؟ البرايس، السعر، ومن ناحيه الكواليتي، الكفاءه بتاعه الصناعه وتطابق العلم. احنا بتوع العلم في مصر في الاسنان، اعتقد كده. يعني ايه بتوع العلم؟ بتشوف اسنان معموله بره ارتفيشال قوي، اوفر قوي. بالبلدي في طب الاسنان كلمه حلوه قوي ده غلط، لازم تبقى ناتشرال قوي. وناتشرال قوي تبقى يبقى هي بالتاكيد هتكون ساعتها حلوه قوي، لكن بيضه قوي، لمعه قوي، مش متناسبه مع بشرتك خالص، دي مش حلوه قوي. ده بيتعمل بره. ده جزء مهم في السياحه العلاجيه. زي ما قلت لكم السياحه العلاجيه كنز مش مستغل لغايه دلوقتي في مصر، لا على مستوى مثلا طب الاسنان، ولا على مستوى طب القلب بالشكل الكامل، ولا على مستوى المخ والاعصاب، ولا على مستوى العيون. الحاجات دي يا جماعه لو مصر اهتمت ومؤسساتها اتحدت وصدرت فكر السياحه العلاجيه للخارج في البرانشات دي، وكتير من الناس بتيجي بقى عايز تعمل اسنان وتجميل وجلديه وعندها مشاكل مثلا في الليزك عايز تعمله، فلو اتحدت العقول دي اعتقد ده هيقدم لمصر خدمه كبيره. النهارده حوارنا هيكون في هذا الجزء واجزاء اخرى مع ضيفي العزيز الذي يبهرني دائما بمعلوماته وبحضوره وبافكاره المتجدده، يعني دايما سابقني بخطوه، فدايما انا بتبسط من ده، يعني ده شيء بيسعدني جدا اتعلمته في القاهره والناس ان احنا نسعد دائما بالنجاحات. ده تعلمته من استاذي طارق نور، فبالتالي بشوف ان النجاح شيء مهم جدا اكيد مع ضيفي العزيز الاسم المتميز والقيمه العلميه المتميزه الاستاذ دكتور شادي علي حسين. اهلا بيك يا دكتور شادي. اهلا بيك يا دكتور ايمن. دايما سابقني بحته كده، دايما رايح في حته سابقني كده، يعني انا دايما نظريا واجتهاديا وشغل فكري بفكر في الساحه العلاجيه، انت خطيت خطوات حلوه فيها.
الله. دكتور ايمن الحقيقه يعني يمكن الحلقه دي حلقه مميزه، انا اكاد اكون اقول عليها ولا ابالغ انها ان شاء الله حلقه اسطوريه. لسبب الحلقه دي احنا بنتكلم فيها على نقله لبلدنا نوعيه بكل ما تعنيه الكلمه من مقاييس، من الخروج من عنصر المحليه لعنصر العالمي. النهارده احنا علشان تقدر تعمل سياحه علاجيه، علشان تقدر تخلي المريض يقدر انه يجي من بلده علشان يعمل يتعالج عندك. الانجليز لما جينا نعمل معاهم الفيديو ده هما اللي نقوا العنوان، قال لك reversing of the flow، عكس التيار. عكس التيار. انا النهارده كان بيعتبر ان مصر من دول العالم الثالث، فبالتالي هو متوقع اوت بيشنت فلو، انه متوقع ان المريض المصري يطلع يتعالج في المانيا وفي اوروبا، والمريض العربي يطلع يتعالج في تركيا وفي مصر وقضي وفي الدول امريكا وفي اوروبا والكلام ده كله. علشان تعمل سياحه علاجيه لازم يبقى في what's called excellence of procedure، او اتقان بشكل كامل لدورة العلاجية بالكامل. ازاي؟ ان احنا نقدر نعمل اعلى مقاييس الانفكشن كنترول او مكافحة العدوى، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اعلى المقاييس في اننا يجي المريض يخلص شغله بسرعة وبشكل standardized. يعني ايه standardized؟ يعني لو انا عندي 100 مريض، ال100 مريض دول كلهم لو انا قلت ان المريض هياخد ربع ساعة يبقى ال100 مريض ياخدوا ربع ساعة. وده هو النجاح. النهاردة لما كنا بنتكلم على مصر كنا بنشوف ترتيب مصر في بيسموها هم دلوقتي بيسموها صناعة السياحة العلاجية، ميديكال توريزم اندستري، هي صناعة بشكل كامل ومتكامل. من أول ما المريض يجي من بلده يتعمل له العلاج بتاعه ويخلص شغله بشكل قياسي ومعياري، ما يبقاش فيه variability، رغم ان احنا في الطب خد بال حضرتك وحضرتك ادرى الناس بده، طبعا في درجات كتيره جدا 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 من المعايير المختلفه. يعني المريض اللي عنده عظم غير المريض اللي ما عندوش عظم، المريض اللي عنده سنه غير المريض اللي عنده 10 سنات، المريض اللي عنده حشو غير المريض اللي عنده زراعه، المريض اللي عنده تركيب غير المريض اللي عنده تنظيف. ففي لو بنتكلم في قطاع طب الاسنان في معايير مختلفه كتيره جدا. ازاي تحط معيار قياسي للناس دي كلها في السعر وفي الـ 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 الوقت؟ فكان اختيارنا لقطاع مهم جدا 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 من قطاعات طب الأسنان نبتدي نصدره للعالم، اسمه قطاع زراعة الفك الكامل. قطاع الزراعة الكاملة، فك كامل. ما أنا النهاردة مش هقطع تذكرة واجي من بلدنا واحجز اوتيل عشان ازرع سنه، مش منطقي. في نفس الوقت الزراعه لو جينا حسبناها كماليا ووقتا، المريض لو جينا مثلا نتكلم على دوله شقيقه زي السعوديه، المريض بيجي تقريبا يعمل زراعه الفك الكامل هناك بما يعادل حوالي من 25 ل 30000 ريال. كويس، هو هيجي هنا ويعمل زراعه فك كامل ويقعد في مصر في افخم اوتيل، وبدل ما كان هيزرعه في بلده يقعد 6 شهور عشان يزرع الزرعه دي ويعمل جراحه ويفضل يبقى وشه وارم والكلام ده كله، وممكن يقعد في بيتهم. هو زرع في بلده بس ممكن يقعد في بيتهم شهر من الالم بعد العمليه. كويس،
لا احنا بنوفر هيم ايه، احنا بنعرض عليه بنقول له حضرتك هتيجي هتدفع نص التكلفه دي اللي هتدفعها في السعوديه، ثم هتقعد عندي 24 ساعه بدون جراحه، هتعمل باحدث تكنولوجيا اعلى انواع الزرعات وبنص التكلفه وفي وقت قياسي تروح بلدك وتشتغل. فاذا هو اتفسح وزار مصر، ومصر طبعا من الحتت اللي الناس كلها الحمد لله بتنبسط دلوقتي جدا من احنا عندنا اعلى اوتيلات وارخصها، يعني انت عشان تقعد في الاوتيل الخمس نجوم بتاع مصر بنفس ثمن الاوتيل اللي من غير نجوم خالص في اوروبا. وفي حاجه تانية، يعني هو في اللي هو اشغال التايم. يعني ايه اشغال التايم؟ هو لو جاي مصر كده كده يتفسح، حلو الكلام، ليه ما يضربش عصفورين بحجر واحد؟ يعني هو خلاص قرر انه ياخد اجازته في مصر ويتفسح في مصر ويتفرج على يشوف يغير جو في مصر، من دول الخليج، من اخوان الخليج، ليه في التوقيت ده ما يشتغلش طب كمان؟ الحقيقه ما هو ده دكتور ايمن الجزء الاورجانيك او الجزء الطبيعي اللي احنا كنا شغالين عليه زمان، ان المرضى او الناس اللي جايه اوريدي تتفسح في مصر بالمره تعمل سنانها. اللي احنا بنسعى ليه حاليا انه يجي مخصوص، انه جاي علشان يعمل سنانه وبالمره يتفسح. عكست وده مبدا بالظبط مبدا السياحه العلاجيه. ان انا النهارده هو جاي يتعالج وبيعمل سياحه. فالفكره هو حتى الصوره يمكن شايف هم عملوا بتاع ده، قالك ريفرسنج ذا فلو، احنا بنعكس الناس، بدل ما بتعدي الاشاره من هنا لهنا لا بترجع من هنا لهنا. فاصبح دلوقتي انا النهارده عندنا الحمد لله كميه رهيبه جدا من اخواننا السعوديين، عندنا ناس من المانيا، عندنا ناس من انجلترا كتير جدا. يعني انا عندي كميه انجليز مش طبيعيه. النهارده هو بيجي يعمل الزرعه الواحده في انجلترا ب 2500 دولار كويس، في ماليزيا ب 2500 دولار، في امريكا ب 2000 دولار. فبيجي عندي هنا لو هيعمل زرعه، ودي تعتبر غاليه، تبقى 900 دولار كويس. لو هيعمل فك بالكامل تبقى معادل مثلا 65,000 جنيه فك بالتركيبات. فاصبح النهارده المريض هيجي يحط عليهم ثمن فندق وطيران والكلام ده كله، هتلاقيها نص ثمن لو في السعوديه او في الامارات او في الكويت، وعشر ثمن لو في اوروبا او في امريكا. مع التكنولوجيا الحديثه في زراعه الاسنان، الكومباين او الدمج ما بين الزراعه الملاحيه اللي احنا بنقودها دلوقتي في البلد الحمد لله، الاجانب يا دكتور ايمن ابتدوا ينتبهوا لان مصر بقت اكبر مصنع من مصانع صناعه طب الاسنان في المنطقه، ويمكن من يعني قربت على عدت سوق اوروبا وقربت على سوق امريكا. بس امريكا مساحه كبيره جدا، بس النهارده سوق الاسنان في حجم مصر بالنسبه لحجم السعوديه مثلا عدى السعوديه بكتير. يعني حجم استهلاك الخامات وحجم الاجهزه الحديثه اللي بتتجاب، ده النهارده احنا عندنا 34 كليه طب اسنان في مصر، 34 كليه، عندنا كميه دكاتره سنان كبيره جدا، عندنا كفاءات. ابتدينا ان احنا نعمل منظومه اصبحت تعادل او تعدي بكتير جدا منظومه زراعه الشعر في تركيا. على فكره في يعني كميه كبيره من الخريجين هيطلعوا الفتره اللي جايه كمان، يعني بيتهيألي انه السنين اللي جايه هتشهد كميه خريجين كبار جدا في طب الاسنان. احنا شاهدين ده من دلوقتي يا دكتور ايمن. يعني انا النهارده انا بعين في الشهر 20 دكتور سنان. وفي كليات كتيره قوي، كليات مثلا كليات الطب الخاصه دي اتعكست الفكره، بقى في شاطرين جدا فيه، او بقى معظمهم شاطرين وعندهم الامكانيات. وفي نفس الوقت احنا دلوقتي كمؤسسه علاجيه لشاين وايت، انا عندي اديوكيشنال او جزء تعليمي بره العيادات خالص، مكان تعليمي متكامل بترين فيه الدكاتره الفريش جراد عشان يقف يساعد ويبقى فاهم التكنولوجيا، وعلشان يشوف الـ يتعامل مع التكنولوجيا. النهارده المساعدين بتوع الدكتور اللي بيشتغل اصبح دكاتره مش تمريض. الدكتور عشان يشتغل دلوقتي في شاين وايت ده بيكون واخد له 4-5 شهادات
قبل ما يمد ايده في وعيان. يعني على الاقل يبقى معاه مثلا ماجستير وزملتين ثلاثه من في التخصصات اللي هو بيشتغل فيها، في الحاجات اللي هو بيشتغل فيها. فاصبح النهارده انا مثلا يمكن معانا كان من ضمن المرضى مريضه انجليزيه كانت يعني الحقيقه ظروفها اتغيرت تماما، ان هي كانت جايه وقالوا لها في انجلترا انت شو علاج اسنانك ده هياخد من سنه لسنه ونص، عشان تعالج اسنانك هتاخدي من سنه لسنه ونص، وكان هيعملوا لها علاج جراحي يعني هيقص حته من الفك ويعملوا مش عارف ايه ويعدلوا. هي عندها مشاكل كبيره، عندها بروز في الفك كان رهيب وجمجمه غريب شويه، في مشاكل كتيره جدا. فايده الكمبيوتر بقى والديناميك نافيجيشن ان احنا نقدر ان احنا المريضه دي بعتت لنا صورها اونلاين، عملت انكوايري على الويب سايت، بعتت على الويب سايت الصور، صور الاشعاعات، اتعمل لها خطه علاجيه، اتقال لها التكلفه، كل ما يتعلق بزيارتها. وانت عارف الاجانب ار فيري ستريكت، يعني هي عايز تعرف مش عايز تدفع مليم غير اللي اتقال لها. اتعمل لها خطه علاجيه دقيقه جدا، اتعمل لها خطوات، وقت هتقعده قد ايه في العياده، تنقلات من المطار للبتاع، من يعني قلنا هناخدك من المطار ونرجعك المطار، تكلفه كامله للعلاج. هي جميله جدا بس استنها جت كانت لازم تشرفنا هنا عشان نعمل معلق. حاضر يعني حاضر. فجت وهي بتقول لي انا فولنتير، انا ريسكي بيرسون، انا باخد مخاطره ان انا جايه دوله من دول العالم الثالث علشان اعمل سنين. واحنا في انجلترا احنا عددنا المصريين بيجوا لنا عشان يعملوا سنانهم، فانا جايه مصر من انجلترا عشان اعمل سنين، ودي جايه مخصوص يا دكتور ايمن، يعني مش جات بالصدفه، لا دي جايه مخصوص بعد بعتت اتعمل لها حجز، اتعمل لها الحجز بتاع الترانسبورتيشن وكل حاجه خاصه بالاقامه بتاعتها في مصر، واتقال لها تتكلفي كذا وهتقعدي وقت قد كذا. هي من كتر هي اللي شجعها انها تيجي، هي ما شافتش حاجه بتجيلها من مصر بالنظام ده. ما هو يعني ده قطاع كامل اسمه قطاع السياحه العلاجيه دلوقتي في شاهين دلوقت. كويس. ما بين دكاتره بتشخص اونلاين، ما بين الناس بتحجز عربيات، ما بين ناس بتحجز لهم وتجيبهم ميت ان اسيست، الكلام ده كله قطاع كامل اصبح متواجد في شاين وايت علشان لخدمه هذا القطاع. فاصبح المريضه لما شافت الفاتوره مفصله بالترانسبورتيشن، بالتخيل لشكل اسنانها بعد ما تخلص بمجرد صوره من الاول، فطبعا المريضه قالت انا هاجي اشوف الكلام ده بنفسي. هي حالتها صعبه لما نيجي نشوف صورها قبل، ولو عدنا تاني بعض الصور هنلاقي فراغات، هنلاقي بروز في الفك، بروز طبعا شكل الفك، ابتسامه لثويه بالظبط. وفي بعض الاسنان اتشالت، ابتسامه لثويه، في اسنان في اسنان مش موجوده، في بعض الاسنان اتشالت عشان تعدل مكانها في الفك. لو انت حضرتك لما تبص لها من الوهله الاولى كده تقول ان دي هتبقى حاله صعبه زي ما حضرتك قلت كده. طبعا مع الكمبيوتر لما تقعد تمسك ترتب البازلز وتعمل سمايل ديزاين وتعمل وتحول الكلام ده ان انا ايه اللي هيتعمل زراعه، وانت عارف دايما انا بحب يعني الزراعه دي هي المايسترو في الـ في الـ في الـ في التخصصات بالنسبه لنا. قلنا لها حضرتك هتخلصي شغلك في 15 يوم، حضرتك 15 يوم هتمشي من شايني وايت مخلصه. كل يوم كانت بتيجي وهي انتوا متاكدين ان انا هخلص في 15 يوم؟ طبعا يعني هو المشكله ان احنا مش بنزق في سمعه مركز ولا مستشفى، انا بزق في سمعه دوله. هي فكره مهمه السياحه العلاجيه، الناس واخده فكره ان احنا دول عالم ثالث يا دكتور ايمن، فان احنا مش هنقدر نعمل هذا الاماونت من البروفيشن. انا ازاي هسبق انجلترا؟ فانا خدتها از ريفرنس وخدتها از تشالنج، قلت لها بصي هطلب منك طلب. قالت لي ايه؟ قلت لها هم طبعا عندهم موضوع ان هم يتكلموا مع الميديا او يتكلم مع تلفزيون او يصور بكاميرا جزء من انواع الخصوصيه اللي هو ما بيعملهاش ابدا. قلت لها لو انبسطتي
ولو وفينا معاكي بالكلام اللي احنا قلنا لك عليه هتصوري لنا فيديو على كونفيس شهاده بانك انت بسطتي في مصر، شفتي في مصر وانبسطتي في مصر. وكان ده تشالنج قعدنا معاها 15 يوم بالظبط. اليوم اللي قلنا لها هنسلمك فيه بالساعه اللي قلنا لها هنسلمك فيها سلمناها فيها وعملت لنا الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. هنشوف دلوقتي اسمها ايه؟ أليكسا. أليكسا هتشرفنا هنا نور يعني نشرب شاي مع بعضينا ونتكلم يعني. أليكسا من انجلترا. ده شيء مهم جدا ان احنا نشوف حد من اوروبا بيجي هنا مصر عندها مشاكل، مش جايه بقى يعني ايه بالصدفه، لا دي 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 مسافره عشان تعالج سنانها، وسنانها زي ما انتم شايفين حاله صعبه، صعوبتها في تكوين الجمجمه، في تكوين العظم بتاعها. ان انا هعمل ولو حصلت غلطه انا ك يعني كرجل بتقمص دور دكتور الاسنان وانا بقيت شطوره فيها قوي الحكايه دي، لو حصلت غلطه في الحاله دي الجمجمه بتاعتها هيبقى شكلها غريب، يعني شكل الوش لانه وشها طويل فينبغي ان يظل طويل زي ما هو بس بمقاييس صح. صح كده؟ الله عليك يا دكتور. الله عليك يا دكتور. بهرك. تعال نشوف أليكسا اللي هتشرفنا هنا اكيد اكيد زي ما دكتور. يلا نشوف معاه. When I came here for the first time, I was very scared, but doctors helped me so much, and now I'm very happy that I came here and I chose this clinic because it's very, very good, and I'm very happy, and I'm sure I look very good right now with my new teeth. ده دي حاجة مهمة جدا يعني الشوية اللي هي قالتهم الكلمتين دول دي شهادة مهمة في العلم المصري الطب المصري الحمد لله. وفي نفس الوقت كمان يا دكتور ايمن هي الفكره ان اصبح الـ الـ على مستوى العالم، وده يمكن مهم جدا في الكريديبيليتي او في الثقه بتاعه الناس في الـ 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 الخدمه العلاجيه، هو ان اصبحت كل الـ الـ الصور دلوقتي في الطب بتتلعب فيها بالفوتوشوب وبيتعمل وبيتجاب صور من على النت وبيتجاب حاجات يتظبط السنان ويتظبط بتاع. وحتى انا عايز اقول لك يعني الكلام ده مش في مصر بس، ده امريكان ويهود والمان وكله بيضرب. المانيا فيها خداع كله بيضرب. فدلوقتي بقت على قد ما فيها تقدم فيها يعني في ناس جامده قوي، في ناس في امريكا وفي المانيا مش في مصر بس بالظبط. فعلى قد ما بيها ما فيها تعرف دلوقتي الكريديبيليتي او الثقة أو المصداقية بتيجي في مش بس الصور، إن أنت تشوف المريض قدامك بيتكلم جوه العيادة. يعني خلاص ما أنا النهاردة أنا جبت لك الكلام، أنا وريتك البرونونسيشن بتاع الكلام بتاعه نطقه للكلام عامل إزاي. خد بالك البروز بتاع الفك ده لما تظبط ورجع لورا تظبط بمقاييس عن طريق الملاحة التفاعلية أو الأشعة التفاعلية أو النافي دنت. كان النافي دنت إحنا كلمنا عليه كذا مرة، والنافي دنت من الحاجات اللي هي خلتنا في حتة تانية، خلت الرانكينج بتاع مصر دلوقتي النهاردة لما داخلين الحمد لله في بتاع النهاردة مصر رانكد رقم 3 على العالم. ليه؟ تكنولوجيا أعلى تكنولوجيا وسعر أرخص سعر. فأنت النهاردة هو الرانكينج بيبقى عن طريق إيه؟ عن طريق فلوس وجودة. فانت النهارده خدت اعلى مقياس من الجوده العالميه عن طريق ان احنا بنشتغل مش بس بنخطط قبل الشغل. لا يمكن عايز كده ارجع حته صغيره دكتور ايمن علشان ده
الفرخه ام كشك بتاعتنا. ده اللي ال هو الروز رويس بتاع شايني وايت. هو عباره عن ايه بمنتهى البساطه؟ هو عباره عن ان انا الاشعه المقطعيه بتاعتي اللي انا كنت بصورها وكانت الاشعه المقطعيه اقعد اتفرج عليها، بس في نفس الوقت فين ده بقى في فم المريض؟ الكلام ده فين في فم المريض؟ مانيش شايف حاجه. كان ممكن الافلام بتاعت زمان بتاعت جيمس بوند اللي هو ايه ان انا احط كاميرا واجيب بيها العظم، كانت بتتجاب في افلام النضاره اللي بتتلبس تجيب الشخص عظما العظم بتاعه من جوه. بس ده كان من ضمن الحاجات الساينس فيكشن اللي هو او الخيال العلمي اللي هو بتتجاب في الافلام بتاعت جيمس بوند. اهو احنا الساينس فيكشن ده بقى حولناه لرياليتي او حولناه الحقيقه. ان انا النهارده اصبح الجهاز ده هو عباره عن ايه؟ هو جهاز بيرى الجمجمه بتاعه المريض ويقول لك انت واقف فين في الاشعه المقطعيه اللي انت صورتها قبل العلاج. فبالتالي كل ما بتقف على حته، ده اول مقياس فيه، اول ما بتقف على حته يجيب لك المقاطع بتاعتها كلها زي ما انت شايف كده. يعني ده مجرد ما بحط، لو انا جيت قلت له انا عايز ان البروب بتاعي او المقياس بتاعي يبقى هو صباعي مثلا، فمجرد ما بحط صباعي على الفك يجيب لي كل المقاطع بتاعت الفك انا فين في الحته دي. طيب دي اول نقطه. يبقى انا بقيت عايز اشوف اي حته مقطع، حطيت ايدي على الحته دي، على الجمجمه هنا، حطيت ايدي على المناخير، حطيت ايدي على السنان، حطيت ايدي على الودان، هيجيب لي المقاطع بتاعتها على الشاشه. فده معنى كلمه اشعه تفاعليه. هو بيتفاعل مع الجسم الحي قدامه ويوريك المقطع بتاعه اللي قبل. طيب طب هو بيوريك المقطع اللي قبل، طب وبعدين؟ طب انا عايز احط زرعه، عايز افتح حشو عصب، عايز اخش بحشو عادي واشوف انا قريب من العصب ولا لا، عايز اخش بزرعه واشوف انا قريب من عصب الفك ولا لا. المقاطع دي كنا بنقيس واقيس على الاشعه واقيس في بق العيان واشوف دي هتبقى عامله ازاي ودي هتبقى عامله ازاي، وافضل ايه اشتغل بالقياس. انا شفت ده هنا وفي الحقيقه ايه بتخيله، بستخدم الايه المنتال ايمج بتاعتي او الصوره المتكونه الذهنيه اللي اتكونت عن طريق ان انا شفت كان شكله عامل ازاي. فبمجرد ما بعمل ده بقوم عامل التخطيط بقى اللي انا عملته وانا داخل بالزرعه، انا شايف انا داخل فين وابعد عن الاعصاب والكلام ده كله. وبذلك الحمد لله كتكنولوجيا بقينا بنقود مسيره الطب بارخص الاسعار، وده الهديه اللي بنقدمها لبلدنا مصر. انت نورتني. ربنا يخليك. قبل ما امشي عايز بس احكي لك حاجه، قصه فيرمينيو. بمناسبه السياحه العلاجيه انا في رايي ان احنا لازم نقدم دعوه، بس هو صلح سنانه شويه، لكن فيرمينيو لازم يجي مصر. فيرمينيو لاعب ليفربول العالمي. عارف فيرمينيو اشتهر بسنان بيضاء زياده عن اللزوم في الملاعب. ومشهور قوي ساعه لما الجون يضحك كل عينك بتروح لابتسامه فيرمينيو. فيرمينيو برازيلي، واللي رعاه واكتشفه وعمله سنانه طبيب اسنان برازيلي. انا عايز بس اوريك حاجه. لو احنا شفنا صوره فيرمينيو دلوقتي هتلاقي سنانه معموله بطريقه غلط. صح. رغم انه على فكره وشه قريب في التكوين من اليكسيا. أوكي. ده اوفر طبعا. يعني ده شوف بص اسنان تباشيريه. ايوه ايوه واخد بالك. دلوقتي الاسنان اتحسنت شويه، يعني عادها تاني، عادها تاني. اعتقد ما عملهاش عند نفس الدكتور اللي رعاه في هو اسمه بورتيلا، اسمه ماركيوليس بورتيلا، ده دكتور السنان شهرناه. اللي عمل سنان، اللي عمل سنان فيرمينيو. طبعا مش متناسبه مع شكله، يعني اللون والمقاييس والعرض، المقاييس والعرض والطول بتاعها. رغم ان هو وشه طولي نفس الوش بتاع كان جامي سمايل في الاول وهو بس عملهاش مظبوط. بالظبط كده. فانا بدعوه دلوقتي اكيد محمد صلاح هيبلغه يقول له تعالى شاي وايت لحالة مصر. بس لو جه لازم يجي هنا. لازم يجي هنا. لا ما عليكش، في نفس اليوم هجيبه لك. نورتنا واسعدتنا. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي حسين في واحدة من حلقاتنا المهمة، زي ما هو قال حلقة مهمة جدا لها قيمة كبيرة جدا جدا على مستوى فهم لقيمة مصر العلاجية اللي بدأت تنافس الآن أو فعلا بتنافس على المستوى ليس الإقليمي ولكن على المستوى العالمي. نسعى لذلك وسنحققه بشكل الكامل، بقول مش بس في الأسنان، في كل الفروع. خليكم دايما مع ناس الحلو. هبدأ الحلقة بأن أنا يعني أحيي وأبعت رسالة
اعجاب شديد جدا وتحيه خاصه جدا للفنان المتميز المطرب رامي جمال. الناس دلوقتي بقت مثقفه وعارفه ان البهاء ده مش مرض معدي خالص، يعني ما فيش داعي للخوف منه، هو ما هو الا يعني حاجه بتظهر على الجلد عشان تقول ان في حاجه، في مشكله دوروا عليها. اللبن برضو في حمض اللاكتيك برضو بيزود حموضه الدم، يعني ممكن برضو ما بنحبوش مع معظم الامراض المناعيه خصوصا اللبن البقري. يبقى احنا خدنا بالعلم الحديث والتكنولوجيا، وخدنا برضو بالجزء الثاني اللي احنا اتكلمنا فيه، وهو ده سر علاج البهاء الصح.